هيدا هيدا خبرنا عن 122 ألف ساعه. علي علي من 20 30 28 29 30 اي رجع عند النفس. حيدر حيدر خبرتنا اسعاف. محمد شو اللي سويته؟ شو رجعت نفس؟ حيدر هذا اول ما وقع علي شفت اختنك مباشره جيت انا سالت علي علي ما جاوبني فتحت القميص تلمست هنا هذا نهايه عظم القاص هنا بس نهايه صدره نهايه الاضلاع حطيت ايدي اليسرى فوقها اليمنى شابكت اصابعي ضغطت المفروض الضغط مالتي يكون بقوه يعني تقريبا 3 سنتيم اللي هي 2 انش تقريبا اضغط بقوه 30 ضغطه ومن ثم اي حاجه موجوده يمك انا التفتت لقيت نايلونه هاي نايلونه صغيره تقبتها بايدي بصبعي اتقبها واحطها على حلقي حتى اعطي نفس انطي واحد اثنين نفسين وارجع اسوي 30 ضغطه هم نفسين خلال هاي النفسين شفته قاعد قام يتنفس قح من قح درت راسي على مود اي افرازات تطلع لا يختنق بيها المفروض الوضعيه صحيحه انا مو منا بس لين هو طاري او وقع بعد ما لحق ثاني لازم منا يصير من يمنا انا اقعد حسن دعاني قاعدين على جهة نفس مرتاح الحمد لله زين ماكو شيء الحمد لله اكو الم شويه بصدرك شويه ماشي اخذ نفس اخذ نفس براحتك تنفس علي اخذ نفس اخذ نفس يا حبيبي اخذ نفس يلا ان شاء الله ماكو شيء الحمد لله على سلامتك حبيبي